بسم الله الرحمن الرحيم آية نمبر 16 إن سورة الكهف وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فَأو إلى الكهف فأووا إلى الكهف فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ. ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً. ويهيئ لكم من امركم مرفقا ويهيئ لكم من امركم مرفقا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا إلى الكهف. فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا